فشة الخروف طازجة على طريقة الحجة. بسم الله. نجيب الفشة وبنسلقها لمدة ساعة. بعد ما نسلقها لمدة ساعة نرفعها وبنغسلها، وبعد ما نغسلها بنقطعها قطع صغيرة. وبعدين بنجيب نعمل الدقة، بنجيب 2 راس ثوم وبنجيب 1 كوب بقدونس ومعلقة ملح ونطحنهم. بنرفع الشفرة جانبا، نوضع باقي المكونات، نوضع فلفل أحمر، هو اختياري أحمر غزاوي، هذا فلفل غزاوي، وملومونتين عصير ليمونتين ونصف كوب زيت زيتون أو أقل شوية. نوضع الخلطة مع الفشة وبنقلبهم تقليب جيد، بعدين نوضعهم بكياس حراري، وزعناهم 3 كياس ونعمل فتحة من الأعلى منشان البخار يطلع. نوضع 2 ماج مية، يعني تقريبا ربع الوعاء من الأسفل، اتركها لمدة ساعة على حرارة كتير منخفضة، حرارة كتير منخفضة لمدة ساعة، هيك أصبحت جاهزة بعد ساعة. ما شاء الله. يلا ألف صحة وعافية. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.